يمكن انا اول مره اشوف ايطاليا الشوط الثاني والثالث والرابع في ماتش اسبانيا بالمستوى ده. يعني ايطاليا كل البطوله هي الليد في كل الماتشات. اول مره اشوف فرقه مسكت ايطاليا شوط واكسترا تايم اتنين. اسبانيا احسن بكتير. ايطاليا متراجعه بشكل كبير جدا، مش عارفه تهاجم. هو كان عمل تغييرات، طلع ايموبيلي كان عايز يقفل الماتش فدخل فيه الجون، فلما نزل بلوتي ما كانش فرقه فايقه. فاسبانيا كانت احسن بكتير من ايطاليا شوط تاني والتالت والرابع. انا متهيألي مع المنتخب الانجليزي والفرق البدني اللي باين ده ممكن انجلترا تكسب ايطاليا. الله اعلم طبعا، كل شيء وارد. ايطاليا ابطال اوروبا، لكن انا نفسي ايطاليا تكسب. لا انا بحب ايطاليا. انا بقول لك بس على اللي انا شفته في الماتشين. اللي انا شفته كبدنيا وكوره دلوقتي يا ميدو في الوقت ده، وان انت بتلعب ست ماتشات وهتلعب السابع تقريبا، انت عايز تبقى واقف عليه كويس قوي. انا شايف انجلترا في الحته دي هم عندهم حاجه اكسترا عن كل الفرق بصراحه. وانا كمان ايطاليا هتقفل كويس قوي، هتلعب ديب ديفنس، هتلعب لو بلوك، ومش هسيبهم ان هم يجروا في ظهرهم. مانشيني ذكي، مش هيدي فرصه لستيرلينج وساكا ان هو يجروا في ظهرهم لو لعبوا. سنار ده برده من ضمن الحاجات يا كابتن حازم اللي علق انجلترا جامد، مش حته الفتنس بس. انت كل لعيب بينزل بيزودك، وكل لعيب بيطلع من الدنمارك وبينزل الثاني بينقص. يعني البنش بتاع انجلترا جامد جدا. بس انا عايز اقول لك حاجه، ستيرلينج في البطوله دي تحديدا في الماتش ده سعرف اقول لك في الفرق، سعرف اقول لك كل الماتشات هو اللي بيخلص، يا اما هو اللي بيعمل الجون، يا اما هو اللي بيجيب الجون. وبعدين هو الوحيد في انجلترا او من اللعيبه كلها في البطوله كلها، لا مش بياخد فضل ديفنس، ما بياخدش كوره فضل ديفنس، هو بياخد الكوره ويروح للديفنس. البينتي خده ازاي؟ داخل في وسط اثنين ومرقص واخد البينتي، الكوره اللي بعديها بيعدي من السيد باك وهو بيلعب بالعرض. ممكن اسالك سؤال؟ لا التكمله يا ميدو، يعني الجون اللي جابه الاولاني مش هو اللي يعني الاون جول، هو بص مكمل ازاي؟ وقبلها بواحده بالظبط.